السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتتبعي قناة عبد الهادي زهري للرياضيات. إذا وصلنا الآن للجزء الخامس من تصحيح تمارين في الاحتمالات للباك أحرار الشعب الأدبية. في هذا الفيديو إن شاء الله غنصحوا التمرين رقم 9. هذا التمرين رقم 9 هو لجهات الدار البيضاء الكبرى الدور العادي 2015. إذا بالنسبة لنص التمرين، يحتوي كيس على 4 كرات بيضاء وثلاث كرات حمراء وكرتين خضراوين. السؤال الأول: نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كرات من الكيس، واحسب احتمال كل من حدثين. حدث A: الكرات الثلاث المسحوبة لها نفس اللون. الحدث B: واحد على الأقل من بين الكرات المسحوبة خضراء. إذا بالنسبة هنا عندنا صندوق يحتوي على 4 كرات بيضاء و3 كرات حمراء وكرتين خضراوين. إذا السؤال الأول: نسحب عشوائيا في آن واحد، نسحب الآن من قبل ما نحسبوا الاحتمال ديال الحدث أو بي، نحسبوا أولا كاردينال أوميغا. بالنسبة للسؤال الأول: نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كرات من الكيس، إذا كاردينال أوميغا شحال كتساوي؟ هنا كاردينال أوميغا مرتبطة بالنوع ديال السحب والعدد ديال الكرات اللي كنسحبوا من الصندوق والعدد ديال الكرات المتواجده في الصندوق. اذا هنا كنسحبوا في ان واحد، يعني كنستعملوا السي كومبينيزون، كنسحبوا 3 ديال الكرات من اصل 9 ديال الكرات. اذا كاردينال اوميغا يساوي سي 3 من 9 يساوي ارونجمون 3 من 9 مقسوم على 3 عامل، يساوي هنا 9 مضروب في 8 مضروب في 7 على 3 في 2 في 1. هنا الاختزال 9 مضروبة في مقسومة على 3 يساوي 3، 8 مقسومة على 2 يساوي 4، 7 مقسومة على 1 يساوي 7. وإذا حسبنا 3 في 4 12 مضروبة في 7 يساوي 84، إذا كاردينال أوميغا يساوي 84. دابا غادي نحسبوا الاحتمال ديال الحدث A. أشنا هو الحدث A؟ الكرات الثلاث مسحوبة لها نفس اللون. يعني باش نسحبوا 3 كرات من هذا الصندوق، يعني باش يكون عندهم نفس اللون، أشنو هما الكرات اللي غنسحبوا؟ يعني ممكن نسحبوا 3 كرات بيضاء او 3 كرات حمراء، ما يمكنش نسحبوا 3 كرات خضراء لان عندنا غير جوج الكرات خضرين في الصندوق، وحنا كنسحبوا 3 كرات في آن واحد، يعني الامكانيه ديال سحب 3 كرات خضراء يعني ما كايناش. يعني الحدث A هو سحب 3 كرات بيضاء او 3 كرات حمراء، يعني كاين عندنا جوج الحالات. اذا كاردينال A يساوي هنا 3 كرات بيضاء، يعني كنسحبوا 3 من اصل 4، حيت 4 اللي عندنا في الصندوق، يعني ستي 3 من 4 زائد من تيكون او كنديروا زائد. هنا ستي 3 من اصل 3 حيت 3 اللي كاينين في الحمرين. ستي 3 من 4 يساوي 4 مباشرة، حيت من تيكون الاعداد هذو متابعين النتيجة هو العدد الاكبر التحتاني. وستي 3 من 3 يساوي 1، من تيكون عندنا نفس العدد في السي، سي 3 من 3 يساوي 1. إذا 4 زائد 1 يساوي 5، وبالتالي احتمال الحدث A يساوي كاردينال أعلى كاردينال أوميغا يساوي 5 على 84. بالنسبة لاحتمال للحدث B، الحدث B هو واحد على الأقل من بين الكرات المسحوبة خضراء، يعني على الأقل كرة واحدة خضراء. شنو كيعني على الأقل كرة واحدة خضراء؟ يعني ممكن نسحبوا كره واحده او جوج الكرات، لان المعنى ديال على الاقل، يعني على الاقل كره واحده خضراء، يعني ممكن تكون واحده ولا جوج، حيت عندنا غير هاد جوج في الصندوق هنايا. اذا كاين جوج الحالات، الا سحبنا واحده خضراء، المعنى ديال الحدث بي هو هذا، الا سحبنا واحده خضراء غيكونوا جوج اخرين، حيت في المجموع كنسحبوا 3، اذا من بين 3 ديال الكرات على الاقل تكون فيهم واحده خضراء، اذا ممكن تكون وحده خضراء او جوج خضرين، وثلاثه خضرين ما يمكنش حيت عندنا غير جوج خضرين في الصندوق. الحاله الاولى لك، الا سحبنا وحده خضراء جوج اخرين غيكونوا غير خضراوين، يعني ماشي خضرين، يعني هاد الكره اللي شطبت عليها يعني كتعني كره غير خضراء، يعني هنا سحب كره خضراء وكرتين غير خضراوين، هادو اللي شطبت عليهم كيعنيو كرتين غير خضراوين. ها الحاله الاولى. الحاله الثانيه، كرتين خضراوين وكرة غير خضراء، هذه كتعني كرة غير خضراء،
إذا بالنسبة للحدث بي عندنا فيه جوج الحالات، يعني على الأقل كرة خضراء كتعني إما أن نسحبها كرة خضراء وكرتين غير خضراوين، أو كرتين خضراوين وكرة غير خضراء. دابا كنعتبر الصندوق فيه الكرة الخضراء والكرة الغير الخضراء. شحال من كرة خضراء عندنا في هذا الصندوق هذا؟ عندنا فيه جوج كرات خضرين، جوج كرات خضرين. وشحال من كرة غير خضراء؟ عندنا أربعة البيضين وثلاثة الحمرين. إذن كم من كرة غير خضراء؟ كاينين سبعة الكرات الغير الخضراء. إذن كاينين جوج الكرات الخضرين وسبعة الكرات الغير الخضراء. ما كيهموناش تكون بيضاء ولا حمراء، المهم كرة غير خضراء. إذا نحسبوا دابا كاردينال بي، كاردينال بي يساوي هنا نتبعوا معايا في هذه الحالة تالو. هنا كرة واحدة خضراء كنسحبوا وحدة من أصل اثنان، حيتاش كاينين جوج كرات خضرين، سي واحد من اثنان مضروبة في هنا كرتين غير خضراوين. كم من كرة غير خضراء في الصندوق؟ كاينين سبعة. إذا كرتين من أصل سبعة، زائد الحالة الثانية التي يكون أو كنديرو زائد. الحالة الثانية هنا كرتين خضراوين، يعني جوج خضرين، جوج من أصل جوج مضروبة في وحدة من أصل سبعة. علاش سبعة؟ لأن كاينين سبعة الكرات الغير الخضراء في الصندوق، من بينهم أربعة البيضين وجوج ثلاثة الحمرين. يعني ما كنفرقوش بين البيض والبيض والحمر، المهم كرة غير خضراء. مزيان، إذا هذا أداة هو كاردينال بي. كنحسبو هنا سي واحد من جوج يساوي جوج، سي اثنان من سبعة كنحسبوها بالصيغة هو سبعة في ستة على جوج في واحد، زائد هنا سي اثنان من اثنان يساوي واحد، أن نفس العدد، وسي واحد من سبعة يساوي سبعة. كنحسبو في الأخير كنلقاو 49. إذا كاردينال بي يساوي 49. هنا الاختزال كنخرج باثنان مع اثنان، كيبقى سبعة في ستة يساوي 42، زائد سبعة يساوي 49. مزيان، وبالتالي احتمال حدث بي يساوي كاردينال بي على كاردينال أوميغا، وكاردينال بي يساوي 49، كاردينال أوميغا يساوي 84. مزيان. بالنسبة للسؤال الموالي، السؤال الثاني، نسحب عشوائيا بالتتابع وبإحلال. هذا تبدلنا عليه السحب، يعني بالنسبة للسؤال الأول فيه نسحب عشوائيا في آن واحد، يعني السحب الآني. السؤال الثاني تبدلنا عليه السحب، نسحب عشوائيا بالتتابع وبإحلال كرتين من الصندوق، وحسب احتمال كل من الحدثين، الحدث سي والحدث دي. إذا أول حاجة غنديرها في السؤال الثاني غنحسبوا عاوتاني كاردينال أوميغا، لأن ما غاديش نخدمو بكاردينال أوميغا اللي حسبناه في السؤال الأول، لأن كاردينال أوميغا مرتبطة بالنوع ديال السحب. هنا راه تبدل النوع ديال السحب، خصنا نعاودو نحسبو عاوتاني كاردينال أوميغا شحال كتساوي. يعني نسحب عشوائيا وفي بالتتابع وبإحلال كرتين من الكيس. إذا كم تساوي كاردينال أوميغا هنا؟ كاردينال أوميغا يساوي 9 أس 2، 9 أس 2، لأن ملي تكون السحب بتتابع وبإحلال كنستعملو الأس. السحب بتتابع وبإحلال كنستعملو الأس، أن أس بي. هنا 9 أس 2، 9، علاش 9؟ عدد الكرات اللي كاينين في الصندوق هما 9، 2 لأن كنسحبو كرتين، إذا كنسحبو كرتين من أصل 9 كرات. إذا عدد السحابات الممكنة اللي هي كاردينال أوميغا يساوي 9 أس 2، وتسعة وستين هي 9 في 9 هي 81. نحسبو دابا الاحتمال ديال الحدث سي. اشنا هو الحدث سي؟ شنو تيقول الحدث سي؟ سحب كرة بيضاء وكرة حمراء، هذا هو الحدث سي، سحب كرة بيضاء وكرة حمراء. إذا كرة بيضاء وكرة حمراء معناه هي سحب كرة بيضاء وكرة حمراء. كاردينال سي يساوي هنا شحال من كرة؟ هنا شحال من كرة بيضاء عندنا في الصندوق؟ كاينين 4، إذا كنسحب وحدة من أصل 4، يعني 4 أس 1. يعني ديما داك العدد اللي تيكون في الأس هو داك عدد الكرات المسحوبة، يعني كنسحب وحدة من أصل 4، 4 الكرات البيضين اللي عندنا في الصندوق، مضروبة لأن عندنا هنا الواو، كرة بيضاء وكرة حمراء، الواو كنستعملو فيه زائد مضروبة. يعني كرة حمراء، شحال من كرة حمراء عندنا في الصندوق؟ عندنا 3، إذا كنسحب وحدة من أصل 3، إذا 3 أس 1. إذا ديما ردوا البال النوع ديال السحب، ملي تيكون السحب بالتتابع وبإحلال كنستعملوا الأس،
هنا 4 أس 1، لأن كاين عندنا 4 الكرات البيضين كنسحبو منهم وحدة، يعني 4 أس 1 مضروبة هنا كرة حمراء. عندنا في الصندوق 3 د الكرات الحمرين كنسحبو منهم وحدة، إذا 3 أس 1. هنا ردوا البال عاوتاني واحد الملاحظة أخرى اللي هو الترتيب، الترتيب ديال الكرات. أنا كرة بيضاء وكرة حمراء راه كاين الترتيب بيناتهم، إذا ممكن نسحب الكرة الأولى بيضاء والكرة ثم الكرة الثانية حمراء، أو العكس، الكرة الأولى حمراء ثم الكرة الثانية بيضاء. إذا شحال من حالة كاينة في الترتيب هنا؟ كاينة جوج الحالات، ممكن نسبق بالكرة البيضاء وممكن نسبق بالكرة الحمراء. إذا غنضربو في العدد 2، لأن عندنا جوج الحالات، هذا العدد 2 هو المعامل ديال الترتيب. إذا كاردينال سي يساوي 4 أس 1 مضروب في 3 أس 1 مضروب في 2، هذا 2 هو المعامل ديال الترتيب. إذا النتيجة غتعطينا 24، 4 مضروبة في 3 يساوي 12 مضروبة في 2 يساوي 24. إذا نتمنى هذا الشيء يكون واضح وتردوا البال لهذا النوع ديال السحب وكذلك الترتيب، حيث ملي تيكون السحب بتتابع ضروري كنردوا البال للترتيب ديال الكرات، راه مهم. وعندنا كاردينال اوميغا راه ديجا حسبناه في الاول وهي 81. هاد كارد اوميغا راه ماشي داك الشيء اللي حسبناه في السؤال الاول، ماشي كارد اوميغا اللي خدمناه في السؤال الاول، راه عاودنا حسبنا كارد اوميغا هنا في السؤال الثاني، حيت ماشي بحال بحال، كتبدل ملي كيتبدل النوع ديال السحب كتبدل معاه كارد اوميغا. مزيان. اذا بي دو سي احتمال الحدث سي يساوي كاردينال سي على كاردينال اوميغا، كاردينال سي يساوي 24، كارد اوميغا يساوي 81. اذا الاحتمال ديال سي هو 24 على 81. مزيان. بقى لنا الان السؤال الاخير في هذا التمرين اللي هو الحدث دي، حساب احتمال الحدث دي. دي هو سحب كرتين مختلفتين اللون. اذا ركزوا معايا مزيان، هنا كرتين مختلفتين اللون عندنا في الصندوق، عندنا فيه الالوان الكرة البيضين الحمرين الخضرين. باش نسحبوا كرتين مختلفتين اللون مختلفين، حتى واحدة ما تشبه الاخرى، اشنو هما الكرات اللي غنسحبو هنا؟ هنا كاينين 3 د الحالات، اما غادي نسحبوا كرة بيضاء وكرة حمراء، او كرة بيضاء وكرة خضراء، او كرة حمراء وكرة خضراء. كاينين 3 د الحالات عندنا هنا، حيت بغينا دوك الكرات بثلاثة يكونوا بجوج عفوا يكونوا مختلفين. إذا الحدث دي المعنى ديالو هو سحب كرة بيضاء وكرة حمراء، واحد الحالة، أو لا كرة بيضاء وكرة خضراء الحالة الثانية، أو لا كرة حمراء وكرة خضراء. مزيان. دابا غنجيو نحسبو كاردينال دي. كارد دي يساوي نتبعو مع هاد الحالات هادو، الكرة البيضاء شحال من كرة بيضاء عندنا في الصندوق؟ كاين 4 كنسحبو منهم وحدة، يعني 4 أس 1 مضروبة في شحال من كرة حمراء؟ كاينين 3 كنسحبو منهم وحدة، إذا 3 أس 1. ها الحالة الأولى، الحالة الأولى كذلك فيها الترتيب، لأن كرة بيضاء وكرة حمراء راه ممكن نسبق بالكرة البيضاء ثم الكرة الحمراء، أو العكس، الكرة الحمراء ثم الكرة البيضاء. يعني كنضرب في العدد 2 المعامل للترتيب، زائد لان كاين هنا او. ننتقل دابا للحاله الثانيه، اللي كنبغي ننتقل من حاله لحاله كندير زائد لان تيكون او زائد. كذلك هنا كره بيضاء كنسحب منها وحده، يعني 4 أس 1، واحد من اصل 4 مضروبه في هنا كره الخضراء، شحال من كره خضراء في الصندوق؟ كاينين 2 كنسحب منها وحده، اذا 2 أس 1 مضروبه عاوتاني في 2 اللي هو المعامل للترتيب، لان كاين الترتيب هنا بين الكرات، ممكن نسبق بهذه ممكن نسبق بهذه. زائد الحاله الثالثه، كره حمراء وكره خضراء، الكره الحمراء شحال من كره حمراء عندي في الصندوق؟ كاين 3 كنسحب منها وحده، اذا 3 أس 1 مضروبه في الكره الخضراء، شحال من كره خضراء كاينه في الصندوق؟ كاينين 2 اللي كنسحب منها وحده، اذا 2 أس 1، وكنضرب عاوتاني في 2 المعامل ديال الترتيب. اذا كل حاله راه فيها الترتيب كنضرب في 2. هنا كنحسب 4 في 3 في 2 هو 24، 4 في 2 في 2 هو 16، 3 في 2 في 2 يساوي 12. المجموع 24 زائد 16 زائد 12 يساوي 52. وبالتالي
بي دو بي يعني احتمال حدث دي يساوي كاردينال دي على كاردينال أوميغا، يعني يساوي 52 مقسوم على 81. هذا هو الاحتمال ديال حدث دي. مزيان. إذا جاوبنا على دابا على هذا التمرين تسعود، كنتمنى أن الشيء يكون واضح ومبسط. ندوزو الآن للتمرين رقم 10. التمرين رقم 10 هو تمرين ديال جهات طنجة تطوان الدورة الاستدراكية 2012. إذا بالنسبة للنص ديال التمرين يقول: يحتوي صندوق على 4 كرات حمراء و3 كرات بيضاء وكرتين لونهما أخضر. الكرات لا يمكن التمييز بينها باللمس. نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كرات من الصندوق. كما كتشوفوا هنا عندنا صندوق يحتوي على 4 كرات حمراء و3 كرات بيضاء وكرتين لونهما أخضر، يعني خضروين. السؤال الأول: بين أن عدد السحابات الممكنة هو 84. يعني عندنا نوع ديال السحب، هنا نسحب عشوائيا وفي آن واحد، يعني السحب الآني كنسحبوا 3 الكرات من هذا الصندوق الذي يحتوي على كم من كرة؟ على 9 كرات، يعني كاينين 4 حمرين 3 بيضين 2 خضرين، إذا المجموع هو 9 الكرات. إذا عدد السحابات الممكنة هو، كنستعملوا سي كومبينيزون، إذا كاردينال أوميغا، أن هذا عدد السحابات الممكنة هو كارد أوميغا. كارد أوميغا يساوي سي 3 من 9 يساوي أرونجمون 3 من 9 على 3 فاكتوريال يساوي، أنا كنبداو من هذا العدد 9 وكنبقاو نضربو في العدد السابق تنكونو 3 الأعداد. 9 مضروبة في 8 مضروبة في 7 على 3 عاملي هو 3 مضروبة في 2 مضروبة في 1 يساوي، هنا الاختزال عاوتاني، 9 مقسوم على 3 هي 3، 8 مقسوم على 2 هو 4، 7 مقسوم على 1 هو 7، 3 × 4 × 7 يساوي 84. مزيان. بالنسبة للسؤال الثاني: لنحسب احتمال الحصول على 3 كرات حمراء. هنا ما سموش لنا الحدث، ممكن حنا كنسميوه مثلا، كنسميوه أ ولا بي ولا كنعتبر واحد الحدث كنسميوه مثلا أ، اللي هو الحصول على 3 كرات حمراء. يعني الحدث أ نسحبو 3 كرات حمراء. باش نحسبو الاحتمال ديال الحدث أ كنستعملو الصيغة هي الأولى، الصيغة اللي باش كنحسبو الاحتمالات، يعني بي دو أ يساوي كارد أ على كارد أوميغا. عندنا ديجا حسبنا كارد أوميغا في السؤال الأول، كارد أوميغا يساوي 84. بقينا دابا نحسبو كاردينال أ. كارد أ يساوي، شنو هو أ؟ سحب 3 كرات حمراء. شحال من كرة حمراء عندنا في الصندوق؟ كاينين 4، إذا كنسحبو 3 من أصل 4، إذا سي 3 من 4. 3 هو عدد الكرات المسحوبة وربعة من الأصل، يعني شحال عندنا من كرة حمراء؟ يعني سي 3 من 4، وسي 3 من 4 يساوي 4 مباشرة، لأن من تكون هاد الأعداد متابعين النتيجة هو العدد التحتاني الكبير، وبالتالي احتمال الحدث أ يساوي 4 على 84، يعني كارد أ يساوي 4 وكارد أوميغا هو 84. مزيان. أنا غادي نختزلوه، اللي بغينا نختزلوه، أن 84 هو 21 مضروبة في 4، إلا اختزلنا بربعة في البسط وربعة في المقام غيبقى لنا 1 على 21. مزيان. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. ندوزو للسؤال 3. السؤال 3: احسب احتمال الحصول على كرة بيضاء وكرتين لونهما أخضر. هذا هو الحدث الثالث. كذلك غنعتبر واحد الحدث نسميه مثلا الحدث بي. نعتبر الحدث بي اللي هو الحصول على كرة بيضاء وكرتين لونهما أخضر. نسحبوا كرة بيضاء وكرتين خضراوين، والصيغة باش كنحسبوا الاحتمال هي نفس الصيغة اللي كنستعملوا دائما، بي دو بي يساوي كارد بي على كارد أوميغا. عندنا كارد أوميغا يساوي 84. هنا كارد بي، خصكم تردوا البال هنايا، هنا كرة بيضاء، شحال من كرة بيضاء عندنا في الصندوق؟ كم من كرة بيضاء عندنا في الصندوق؟ كاين 3 ديال الكرات البيضين، إذا كنسحبو منهم وحدة، إذا سي 1 من 3 مضروبة في، وبالنسبة للكرات الخضراء كاينين 2 كرات خضرين، إذا كنسحبو منهم 2، إذا سي هنا سي 1 من 3، يعني كرة وحدة من أصل 3 مضروبة في 2 من أصل 2، إذا أصلا كاينين 2 كرات خضرين في الصندوق، يساوي
سي واحد من ثلاثة يساوي ثلاثة، وسي اثنان من اثنان يساوي واحد، ثلاثة مضروب في واحد يساوي ثلاثة، وبالتالي احتمال الحدث بي يساوي ثلاثة على 84. هذا هو الاحتمال ديال الحدث بي. وصلنا دابا للنهاية ديال التصحيح ديال التمرين هذا. نتمنى هاد الشرح ينال الإعجاب ديالكم وتستافدوا منه مزيان. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الامتحان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.